الخلاف واضح، هو عن الخطة وعن التوقيتات بكل تأكيد، لكن هل تعتقد أن جمهورية مصر العربية ممكن أن تظهر بقوة أكبر في الفترة القادمة إذا ما بدأت فعلا إسرائيل بالتقدم تجاه رفح؟ هل تعتقد أن مصر ستذهب إلى هذا الطريق، خاصة يعني هي المتضررة الأكبر من كل ما يجري في حقيقة الأمر؟ طبعا بجانب المواطنين الفلسطينيين الأبرياء، جمهورية مصر العربية متضررة بشكل كبير مما ممكن أن يحدث. هل تعتقد أن مصر ممكن أن تصعد؟ عزيزي، قطعا بلا تردد. انظر كيف تعاملت مصر مع الأزمة الليبية. بقت هناك مراوحات واحتمالات وتحمل واستضافة للأوساط الليبية. عندما وصلت الأمور لما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، ذهب الرئيس المصري إلى الحدود وقال هذا الخط الأحمر. من يومها لم تتكرر أي محاولات من الجانب الليبي باستهداف مصر. استهداف مصر بعيدا عن عقلية المؤامرات حقيقي، لا أحد ينكر ذلك، بمعنى أن سيناريو التهجير كان مطروحا إبان عهد الراحل حسني مبارك. ومن طرحه نتنياهو نفسه وقال له انسى هذا الملف كليا. السيناريوهات الإعلامية التي كانت تطرح في بداية الأزمة كلها كانت تشير إلى ذلك، حتى ما وقع فيه الرئيس بايدن من خلط بين الرئيس المصري والرئيس المكسيكي، وطبعا فسرت هاي وربطت قضية القدرات الإدراكية إلى آخره، ولكن من خطورة ما قال أنه ادعى بأنه بصرف النظر، يعني لسنا في موقع التأكيد أي روايتين هي الصحيحة، ولكن ادعى أنه هو الذي ضغط على الرئيس السيسي لفتح المعابر لدخول الإغاثة، وهذا غير صحيح من شهود على الأرض. الدور المصري كان هو رفض التهجير تماما، كما هو الرفض الأردني، رفض أي محاولة للتهجير عبر الحدود. الأردن قالها ومصر قالتها أن هذا أمن قومي ويمس بصميم الأمن الوطني وليس فقط القومي، وبالتالي الجيش سيتصدى. مصر أخذت كل التدابير الأمنية والعسكرية على الحدود بما في ذلك تحت الأرض، وأعتقد أن الإشارة إلى تحريق قطع عسكرية ثقيلة منها دبابات، وتصريحات سابقة على لسان قادة كبار في الجيش المصري بأنها على استعداد، المصطلح اللي استخدم لطي الأرض بمعنى أنها جاهزة للاشتباك. لا أعتقد لا إسرائيل ولا مصر ولا الولايات المتحدة ستسمح بأي احتكاك بين الجانبين المصري والإسرائيلي.